هللويا هللويا هللويا. خلينا نفتح كتبنا المقدسة على سفر يشوع الأصحاح الخامس، سفر ابتداء من العدد 13. لما كان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه ونظر، وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده، فسار يشوع إليه وقال له: هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ فقال: كلا، بل أنا رئيس جند الرب، الآن أتيت. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد وقال له: بماذا يكلم سيدي عبده؟ فقال رئيس جند الرب ليشوع: اخلع نعلك من رجلك، لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس. ففعل يشوع كذلك. وكانت أريحا مغلقة مقفلة بسبب بني إسرائيل. صح الوراء، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الرب ليشوع: انظر، قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس. تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة، هكذا تفعلون 6 أيام. وسبعة كهنة يحملون أبواق الهتاف السبعة أمام التابوت، وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة 7 مرات، والكهنة يضربون بالأبواق، ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف، عند استماعكم صوت البوق، أن جميع الشعب يهتف هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكانه، ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. أقرأ قراءة أخرى من عبرانين 11 عدد 30. عبرانين 11 عدد 30، رح أقرأ عدد 1، ممكن ما نفتحه. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. تفضلوا. كلمة الرب إلينا اليوم بعنوان: هذه الأسوار يجب أن تسقط. هذه الأسوار يجب أن تسقط. عندنا أسوار بالبلد، عندنا أسوار بالحكومة، عندنا أسوار مختلفة في حياتنا الشخصية. هذه الأسوار جميعها يجب أن تسقط. لاحظوا، مرات نحن نقول أنه أسوار أريحة سقطت بالهتاف، صح؟ فهتفوا وسقطت. مرات كثيرة نقول أسوار أريحة سقطت بهتاف الشعب، لكن سفر العبرانيين يقول لنا أنه بالإيمان سقطت أسوار أريحة. تفهم، سفر يشوع يبدأ بداية غريبة، كلنا نعرف هذا. سفر يشوع يبدأ بخبر موت موسى، وبعد هذا الخبر مباشرة يشوع يستلم القيادة. من بعد موسى يستلم يشوع القيادة ويستلم التعليمات. بعد موت موسى مباشرة يستلم التعليمات أنه يقود شعب الرب إلى أرض الموعد. كتاب يقول بعد 40 سنة قضاها شعب الرب في البرية، يشوع عبر بالشعب نهر الأردن، وأول شيء يواجهه إيش كان؟ أول شيء يواجهه بعد ما يعبر الأردن يواجهه هو أريحة. أحبائي، اللي داريد أنه تشوفونه أنه قلب الله لشعبه هو أرض تفيض لبنا وعسلا، وهو أكثر جدا مما يطلب أو يفتكره. أمين. وكأنه الله ده يقول لشعبه: أنا ما أريدكم تكتفون
باللي عندكم، لأنه حتى وإن كنتم في مكان جيد أنا أريد أخذكم إلى وين؟ إلى مكان أفضل. أوكي؟ قلوا لي يمك الله يريد يأخذنا إلى مكان أفضل. أمين. لاحظوا الله كان دي يقول ليشوع أنا أريدك تقول للشعب، الله دي يقول ليشوع أنا أريدك تقول للشعب أنا ما زال عندي الكثير لكم. هم ما زالوا لم يختبروا أفضل بركاتي. أنا أعرف أنه هم شافوني وأنا أسدد الاحتياج طوال 40 سنة في البرية، هم شافوني وأنا أسدد الاحتياج بطرق مختلفة، لكن مع هذا الله يقول ما زال عندي الكثير لأباركهم، أنا ما زال عندي أكثر جدا مما يطلبوا أو يفتكروا. في سفر تثنية صحاح 8 من عدد 7 إلى 9 يقول لأن الرب إلهك آتي بك إلى أرض جيدة. قل أرض جيدة. أرض جيدة يبدي يشرح شنو هي الأرض. أرض أنهار من عيون بعد وغمار تنبع في البقاع والجبال بعد أرض حنطة وشعير بعدين يكمل وأرض كرم وتين ورمان بعد أرض عسل وزيت زيتون بعدين أخير شيء يقول أرض لا يعوزك فيها شيء. من يقول هللويا؟ يعني الله أعطاك شبع بكل شيء. حباء الله دائما، قل دائما، الله دائما يريد يأخذنا من مجد إلى مجد، من إيمان إلى إيمان، وهو يريد دائما أن يأخذنا إلى أبعد، يريد يأخذنا أبعد مما وصلنا إليه. منو يصدق أنه الله محضر لك الأفضل دائما يرفع يده؟ أمين. تفون في سفر يشوع الإصحاح 6 العدد الأول يقول أنه أريحة كانت مغلقة مقفلة لسبب. تعرفون شنو كان السبب؟ بسبب شعب الرب. تعرفون شنو معنى هذا؟ معناها أنه كل الشعوب كانت مرتعبة من الوعد اللي الله أعطاه لشعبه. كل الشعوب كانت مرتعبة من هذا الإله اللي شق البحر الأحمر وعبر شعبه. كل الشعوب كانت مرتعبة من هذا الإله اللي سدد جميع احتياجات الشعب طوال 40 سنة في البرية. خليني أقول لكم شيء، عدو الخير مرتعب وخايف من دعوة الله لحياتك. أمين. عدو الخير يحاول أن يعيقك من تتميم دعوتك من خلال طرق مختلفة، من خلال تشويش، من خلال تخويف، من خلال تفشيل، لأنه يعرف عدو الخير الشيطان يعرف إذا صار عندك إعلان عن حقيقة من أنت وعن دعوة الله لحياتك الشيطان راح يواجه مشاكل. أمين. إذا صار عندك إعلان من أنت ودعوتك لحياتك فهمتها وعرفتها صار عندك إعلان الشيطان يعرف أنه راح يواجه مشاكل. تعرفون في الحقيقة الأرض اللي يمتلكها الشيطان الآن هو لا يملكها، لكنها ملك لأولاد الله. أمين. الأرض ملك لأولاد الرب. من يقول أمين؟ لاحظ الشيطان ما يمتلك إذا أولادك أو أهلك مو مؤمنين. الشيطان ما يمتلك أولادك، الشيطان ما يمتلك إذا أنت مريض، الشيطان ما يمتلك صحتك، إذا عندك مشاكل في الزواج الشيطان لا يمتلك زواجك. هذه كلها ممتلكات الله، وانت لازم تأمره أن يغادر. من يقول أمين؟ من يقول الذي معنا أعظم من الذي في العالم؟ من يقول كل موضع تدوسه بطون أقدامنا يكون لنا؟ أمين. كل أرض الرب أعطانا إياها هي لنا باسم يسوع.
لكن أحبائي لازم نفهم إنه ما بين أرض موعدنا، أوكي، ما بين المكان اللي نحن فيه الآن، هناك دائما أريحة. ما بين مكانك هسه، ما بين أرض موعدك، هناك دائما أريحة. لاحظوا، أريحة كانت مدينة لها مميزات، كانت مدينة لها أسوار سميكة وأسوار عالية، أسوار من الصعب اختراقها، أسوار من الصعب تسلقها. بعض المؤرخين يقولون أنه حجم هذه الأسوار كان ضخم جدا، بحيث المركبات كانت تسير فوقها، فوق السور كانت تمشي مركبات بأحصنة. تعرفون، كل واحد من عندنا في هذه الحياة راح يواجه أريحة، كل واحد في هذه الحياة راح يواجه إعاقات، خلينا نسميها، أو أسوار عالية، إعاقات تقف في طريق دعوة الله لحياتنا. لكن خلينا أقولكم أنه هذه الإعاقات هي فرص لله اللي يستخدمها حتى ينضجنا، حتى ينمينا في الإيمان. من يقول أمين؟ لذلك أقوله أن الشيطان دائما يخلي أمام أريحة، الشيطان دائما يخلي أمامنا إعاقات ضخمة، ويقول لنا مستحيل أنت أن تجتاز هذه الإعاقات. لاحظوا، أريحة هي جدران عالية. قل جدران عالية، تقف ما بيننا ما بين أحلامنا. أريحة تقف ما بيننا وما بين مواعيد الله لحياتنا، وهي دائما تتحدانا أنه أنا ما راح أتحرك من قدامك، لكن أنا جاي اليوم حتى أفضح كل أكاذيب الشيطان. لأنه هذا المقطع يشوفني أنه مو مهم كم هي أسوار أريحة عالية، أمين، فكل أسوار أريحة ستسقط. من يقول أمين؟ وسندخل أرض ميعادنا. من يقول أمين؟ كل أسوار أريحة ستسقط، كل إعاقة في حياتك ستسقط، وستدخل أرض ميعادك إذا استمريت بالإيمان، أمين؟ تعرفون أريحة، خلينا نفصل شنو أريحة. أريحة تعني أشياء كثيرة في الكتاب المقدس. يعني بلشت أطلع عن أريحة، ده بوع في الكتاب المقدس. في ملوك الثاني، إصحاح الثاني، أريحة يقول أنه أريحة كانت مدينة جميلة. قل جميلة. مدينة حلوة، كان بيها نخيل، لكن مياه المدينة كانت ردية، وكأنه من الخارج المدينة جميلة، من الداخل المياه كانت مرة. لكن أيضا الكتاب يتكلم عن أريحة في صموئيل الثاني عشرة، أنه داود كان لازم يترك بعض رجاله في أريحة لحين ما تطلع لحاهم وينزع الخزي والعار من عندهم، لأنه ملك عمون كان أخذ رجال داود وحلق نص لحيتهم، نص، علامة خزي. نحن الشوارب إذا تنقص علامة خزي، علامة عار. فملك عمون زين نص لحيتهم، يمكن نص شواربهم، حتى يهينهم. فداود خلاهم يستمرون في أريحة لحين ما لحاهم تطلع. لكن أيضا الكتاب يتكلم عن أريحة، مقطع مشهور جدا في العهد الجديد في لوقا عشرة، يتكلم إنسان كان مسافرا من أورشليم إلى أريحة، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي ميت. أيضا الكتاب يتكلم عن أريحة، أن الرب يسوع تقابل مع بارتيماوس الأعمى وفتح عيونه في أريحة. مو بس فتح عيون بارتيماوس، لكن الأعميين الاثنين أيضا شفاهم الرب يسوع، فتح عيونهم في أريحة. اللي داريد أقوله عن أريحة أن أريحة هي تلك الجدران في حياتنا، اللي
اللي نبدو انه نحن اوكي، لكن من الداخل اكو جروح، من الداخل اكو تعب، من الداخل اكو الم، من الداخل اكو خزي، اكو عار، اكو مراره. من برا حلوين، لكن من جوا اكو الم وجروح ومراره. تعرفون أريحة هي تلك الجدران اللي تريد تسرق من عندك مواعيدك، اللي تريد أن تبقيك في الخزي، واللي تريد تمنعك من امتلاك مواعيد الله بحياتك. يمكن أنت تقول يعني بس الكلمة اليوم مو إلي، أنا يعني ما عندي جروح، لكن أنا جاي أقول لك اليوم إنه أنت موجود هنا في هذه القاعة لأنه الله أرادك أن تكون موجود هنا، لأنه كل واحد من عندنا، كل واحد من عندنا يواجه أريحة في حياته، ونحن نحتاج أن نهدم، أن نحتاج أنه نهدم هذه أريحة حتى نتحرك إلى أمام. أمين. لاحظوا أريحة ممكن تمثل تفكير معين، تفكير معين ممكن تمثل عدم أمان، ممكن تمثل أسوار من الفشل، أسوار من الإحباط، أسوار من الخزي، أسوار من المرارة، من الجروح، من الآلام، من التعب، أسوار في عائلتي. كان عندك أسوار في عائلتك، إعاقات في عائلتك، أسوار يمكن في زواجك، أسوار ما بيني وما بين أولادي، أسوار 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 أسوار. أريد أقوله أنه كل واحد من عندنا يمتلك هذه الأسوار، لكن اللي أنا جاي أقوله أنه أنت مو لازم تحتفظ بهذه الأسوار، وأنا جاي أعلن اليوم أنه كل الأسوار ستسقط، لأنه الله محضر لك أكثر جدا مما أنت تطلب أو تفتكر. من يقول أمين؟ لاحظ الله لما أخرج شعبه من مصر، الله ما أراد أنه يقيم في البرية. الله أخرج شعبه من مصر صح، بس الله ما أراد يبقون في البرية. الكتاب يقول أنه الله أخرجهم ليدخلهم إلى أرض الموعد. الله ما أخرجهم حتى يبقيهم في البرية، لكن الله أخرجهم من مصر حتى يدخلهم إلى أرض الموعد. وهكذا لما الله يخرجك من شيء، هو ما يريد يدخلك إلى مكان أصغر، لكن الله يخرجك حتى يدخلك إلى مكان أعظم. من يقول أمين؟ تعرف إذا الله أخرجك من قيود، فالله يريد أن يدخلك إلى الحرية. إذا الله أخرجك من مرض، الله يريد أن يدخلك إلى الشفاء. بمعنى انتبهوا لي، الله ما يريد يخلصك ويخليك ترتاح. الله ما يريد يخلصك وخلص ما تسوي شيء لغاية ما تروح للسماء. الله ما يريد هذا الشيء، لكنه يخلصك لأجل هدف. قل الله يخلصك لأجل هدف، قلوا ليمك، لأجل مهمة، لأجل إرسالية. الله يخلصك لأجل حلم اتممه أنت. هو يخلصك حتى تخلي علامة فارقة على هذه الأرض قبل ما يدعوك حتى تروح للسماء. يخلصك لأجل هدف معين لازم تفهمه، لازم تفهم إرساليتك، ماذا يريد الله من عندك أن تخلي بصمة فارقة على هذه الأرض قبل ما يدعوك للسماء. في عبرانيين 11 يقول بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. سؤالي، هل تؤمن أن أسوارك ممكن أن تسقط؟ سؤال، هل تؤمن أن الأفضل قادم على حياتك؟ تفهم مشكلتنا أنه في بعض المواسم نحن ندور في دوائر لفترة طويلة بحيث نصدق
انه خلاص هذه هي حياتي. يعني عندك مشكلة وده تلف وتدور، ده تلف وتدور، وانت تعودت وتعتقد انه هذه هي حياتك. نحن مرات نفكر انه الظروف هذه هي هويتي، لكن اريد اقول لك اليوم انت لست ما تقوله ظروفك، انت من يقوله الله عنك. امين. قول للشخص اللي يمك نفس الجمله حتى لو ما فهمتها، راح تفهمها بعدين. انت لست ما تقوله ظروفك، لكن انت من يقول الله هو انت. انت من يقوله الله عنك، انت من يقول الله انك تستطيع ان تفعل. وهويتك ما تجي من فشلك، هويتك ما تجي من فشلك، لكن هويتك تجي من أبوك السماوي. أمين. تعرفون أنا ما يهمني عدد المرات اللي فشلت فيها، لكن أنت من يقوله الله عنك. سؤال اليوم، هل تصدق أنه أسوارك ممكن تسقط؟ هل تؤمن أنه الله، راح أظل أعيدة إلى أن تصدقه، هل تؤمن أنه أسوارك ممكن تسقط؟ هل تؤمن وتصدق أنه الله محضر لك لأفضل؟ هل تؤمن أنه عندك ممكن أسوارك ممكن تكون ظروف مادية صعبة، ممكن مشكلة معينة، هل تؤمن أنه الله يستطيع أن يتدخل بمعجزة ويحل أسوارك المادية الصعبة؟ من يقول أمين؟ أحبائي، أنا عندي إيمان وعندي رجاء بالرب انه الهي يخلص، خلصك ويعطيك حياة ابدية، بس بخلصك من كثير اشياء، خلصك من كثير اشياء غلط. الهي يخلص، قول امين. الهي يحرر، الهي يشفي، الهي يعطي النجاح، الهي يبارك، الهي صالح جدا. امين امين. اوكي، اذا مصدقين انه الله محضرنا الافضل، وإذا مصدقين أنه أنتوا ماشيين في طريق أرض موعدك، أنتوا عارفين أنه الله له خطة ومهمة ورسالية لحياتكم، وأنت تريد توصل لمكان معين، لكن أكو أسوار عالية اللي سميناها أسوار أريحة. أوكي، خلينا نشوف شنو النقاط اللي تحتاج أن تعملها، شنو النقاط اللي تحتاج أن تسويها حتى تخلي أسوارك تسقط. هنعطيكم كم نقطة وارجع إذا تكتبها وتصلي بيها حتى تمتلك أرض موعدك. أول نقطة هي اخلع نعلك، يعني بمعنى افرز نفسك، بمعنى تقدس، بمعنى تخصص للرب. الكتاب يقول في يشوع 5 عدد 15 بالقراءة اللي قرأناها، أنه الملاك قال ليشوع، قال له هذه الكلمات، قال له اخلع نعلك من رجلك، لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس. تفهم في بعض المرات إذا تريد أنه أسوارك تسقط، ضروري ومهم جدا أنك أنت تفرز نفسك من العالم، تفرز نفسك من العالم. بعبارة أخرى، إذا أنت تريد أنه الأسوار تسقط، أنت ما ممكن تظل في نفس الشلة اللي أنت ماشي بيها إذا كانت الشلة غلط. أنت لازم تفرز نفسك للرب. تفهم بعض المرات أنت لازم تسأل نفسك، هل الشلة مالتي، هل الجماعة مالتي ده تصعدني أو ده تنزلني؟ هل الشلة مالتي ده تخليني أنمو وتخليني أبتعد عن الرب؟ نحن في بعض المرات يتطلب من عندي أنه أترك بعض الأشخاص حتى الأسوار تسقط. تعرفون هذا حصل ويا منه؟ هذا حصل مع إبراهيم. إبراهيم رجل الإيمان لما اعتزل عن لوط، كانوا ماشيين سوا، لما اعتزل عن لوط الله شوف إبراهيم أرض الموعد. لما اعتزل
عن لوط. الله شوف إبراهيم أرض الموعد. السؤال اللي أريد أسأله، هل من الممكن أن الوعد مالك موجود على الضفة الأخرى من طاعتك للرب واعتزالك؟ ممكن الوعد مالك موجود بعد هذه الإعاقة، بعد هذا السور، ويحتاج هذا السور أن يسقط، وانت تحتاج أن تفرز نفسك، ويمكن الوعد موجود على الضفة الأخرى. تعرف انت ممكن متمسك ببعض الأمور الغلط، وطالما انت متمسك ببعض الأمور الغلط انت ما تقدر تمسك بالوعد اللي الله وعدك بينه. تسفنون. خليني أقول لك أنه في بعض المرات أشخاص جيدين أنت لازم تتركهم من أجل امتلاك وعد الله حياتك. مرات أشخاص جيدين. في أعمال 13 عدد 2 يقول: وبينما يخدمون الرب ويصومون، كلام عن التلاميذ، قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. لاحظوا الناس اللي حولهم كانوا مؤمنين جيدين حلوين، لكن الروح القدس قال لازم يكون هناك فرز، لأنه أنا راح أخدم إلى مكان أبعد، إلى مكان جديد. تعرفون بعض الناس في حياتك، بعض الناس يأتون ويغادرون مثل المواسم. بعض الناس يأتون ويغادرون، وهذه هي طبيعة الحياة، وهذه هي أوكي. لكن هناك مواسم الرب يفرسك لأجل خدمة أعظم. أمين. لكن أيضا النقطة الثانية اللي تحتاج أن تعملها، النقطة الأولى شنو؟ افرز نفسك. النقطة الثانية المهمة، خد تفويض من الله قبل أن تتحرك. أوكي؟ من دون ما تأخذ تفويض من الله، لأنه هو صاحب السلطان مو أنت، إذا ما تأخذ تفويض لا تتحرك ولا خطوة من دون سلطان تأخذه من قبل الله. في يشوع صح 5 عدد 13 يقول: وحدث لما كان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه ونظر، وإذا رجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده، فسار يشوع إليه وقال له: هل أنت لنا أو لأعدائنا؟ فقال: كلا، بل أنا رئيس جند الرب. بمعنى من قال كلا، بمعنى أنا ما راح أكون معك، لكن أنت يا يشوع لازم تكون معي. يشوع سوى، يقول سقط على وجهه وسجد. قالوا: أنا كنت أعتقد أنه أنا القائد، أنا كنت أعتقد أنه أنا الرئيس، أنا كنت أعتقد أنه أنا صاحب السلطان، بس أنا الآن اكتشفت أنه أنا لازم أخضع لك. خليني أسأل سؤال: كم مرة نحن حاولنا كمؤمنين أنه نخلي الله يسمح بشيء هو لم يسمح به؟ كم مرة نحن حاولنا كمؤمنين، تأكد خطين تحت كمؤمنين، كم مرة حاولنا ونحن مؤمنين أنه نخلي الله يبارك شيء هو لم يباركه؟ خليني أشرح لكم. مثل ما مرات نروح المطعم نوصي بعض الأطباق، وبعد فد نص ساعة ننتظر يجي البوي ينزل الأكل، ولما ينزل الأكل ينزل يعني يجيب لك شيء آخر، أو يمكن يجيب لك الأكل وينطي لك أطباق إضافية مال غير ناس،
كان صارت وياك؟ صارت وياك. أوكي. يعني جت لك طلبات أنت لم تطلبها. تدفع القائمة، الفاتورة، رشا سيرتكم بصاج الريف. يعني لو أنا تنزل لي مواعيش أصيح الكابتن، أنا ما طلبت هالأشياء ولا أنا رح أدفع هذه القائمة. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ كلنا نسوي هذا الشيء، صح؟ كلنا نسوي هذا الشيء. شوي رح أزعلكم، هل من الممكن إن إحنا مرات نصلي ونطلب طلبات ونريد من عنده أن يدفع، بس هو يقول أنا لم أطلبها أبدا؟ مرات مر بمشاكل، وبنت ارتبطت بشخص طلع مو زين، ويقول له أنا لم أطلب هذا الرجل أبدا، سوري، أنا لم أطلب هذه المرأة لك، أنا لم أطلب هذا الشيء أبدا. تفهم مرات نحن نزعل لأنه الله لم يسدد الفاتورة، لكن الكتاب يقول في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك، بمعنى لا تتحرك من دون ما تأخذ تفويض من الله، لا تتحرك من دون أن تأخذ تفويض، لا تتحرك ولا خطوة ولا تأخذ أي قرار من دون ما تأخذ تفويض من الله. أول نقطة، حتى تخلي أسوار أريحة تسقط في حياتك، افرز نفسك. ثانيا، خذ تفويض من الله. نقطة ثالثة، تعاون مع خطة الله. أنا عندنا 10 نقاط بس. نقطة ثالثة، تعاون مع خطة الله. في يشوع صح السادس نشوف إنه الله أعطى يشوع، أعطانه تعليمات محددة. أوكي؟ لاحظوا الله ما أعطى يشوع خطة عسكرية للهجوم على، طبعا يشوع كان رجل حرب، هنعرف بالحرب، مو موسى كان يحارب، موسى كان يرفع ايده ويصلي ويشوع كان يحارب، فالله ما أعطى يشوع خطة عسكرية، الله ما أعطى يشوع معدات للحرب. يعني لو خيرونه شو تريد، يقول لهم اريد B-52، انا اريد F-16، انا اريد صواريخ باتريوت، الله قال له انا ما راح اعطيك ولا شيء، انا راح اعطي لك تعليمات. يشوع كان مخطط الجيش، يعني قائد جيش، فمخطط انه يجهز الجيش بسيوف برماح بسهام. الله قال له لا، لأنه إذا ربحت بأدوات الحرب أنت راح تأخذ المجد، فأنا راح أعطيك تعليمات من دون أسلحة حتى أنا أخذ المجد. لحظة، التعاون مع الله معناها أنك تطيع الله. قل تطيع الله حتى عندما يبدو الأمر أنه غير منطقي، حتى عندما يبدو الأمر غير منطقي. تعرفون مو من المنطقي قائد عسكري، يعني مو ده يحكي وياي، لكن قائد عسكري عنده خبرة بالحروب، من الممكن أن يقتنع أنه التعليمات اللي انطاله إياها الرب، تدور حوالين المدينة مرة واحدة لمدة 6 أيام، وهذا القائد العسكري ده يصفن، وبعدين وتدور باليوم الثاني مرة واحدة وترجعون. وبعدين القائد العسكري يعني ممكن يتحملها مرة، ممكن نطلع استكشاف نباوع كذا، بس 6 أيام وبعدين 7 يوم 7 مرات، القائد العسكري يقول لك اهجم، اقتل، قاتل، ارمي، صح له لا؟ الله قال له امشي دور. اذا تريد اسوارك تسقط، لازم يجي وقت انك تطيع
حتى عندما يكون الأمر غير منطقي. أمين. مرات كثيرة أنا من هذول الناس، مرات كثيرة نريد نفهم قبل منطق، لكن الله يبحث عن أشخاص مستعدين يطيعون ويثقون به، لا أن يفهموا وبعدين يطيعون. الكتاب يقول الطاعة أفضل من الذبيحة. مرات تعرفون، مرات نقول يعني أنا خايف أطيع لأنه أخاف يعني الرب يعني يورطني، خاف أنا يعني أخاف أطيع لأنه لازم أترك كذا وكذا، وأنا خايف يعني أخاف أخسر كثير. لكن أنا أريد أقول لك، أنا أكد لك أنه كل شيء راح تتركه راح تنال مقابله أضعاف في هذه الحياة وفي الحياة الأبدية. أمين. نجي نراجع. أولا افرز نفسك، ثانيا خذ تفويض من الله، ثالثا تعاون مع خطة الله، لكن أيضا رابع نقطة اللي هي استمر، مستنمر بالإيمان، استمر بالإيمان. تخيلون إيش كان شعور الجيش وهو مستمر بالدوران حوالين أسوار أريحة. الجيش وقادة الجيش دور حوالين المدينة مرة واحدة، لم يحصل شيء. أوكي. دور حوالين المدينة مرة ثانية، لم يحصل شيء. تعرفون ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، الله عادة ينظر إليك لما حياتك دا تكون دوائر في دوائر. الله ديباو عليك، تعبان، ما تعرف شو يصير. حياتك يمكن دوائر في دوائر، نفس الشيء يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، بس الله شايف كل شيء. يا رب يعني القسيس دعا، يعني نصلي ودا صلي وصار 21 يوم وما صار شيء. استمر. يا رب قسفرات قال أعطي عشورك بداية السنة، أعطي عشورك، وأعطيته عشوري ولم يحصل شيء، بعدني مفلس. يا رب الكنيسة دعت 21 يوم صوم، صمنا وصلينا، لم يحصل شيء. الكنيسة يعني دا أجي الكنيسة بالتزام ولم يحصل شيء. لكن تعرفون قطعة الطين ما راح تصير إناء لغاية ما تلف على دولاب الفخاري، صح لو لا؟ إذا قطعت الطين ما لفت على الدولاب، الله ما راح يقدر يصنع من عندك إناء للكرامة نافعا السيد. لكن طالما الدولاب دا يلف، إيدين الفخاري راح تشكل بيك، راح تطلع من عندك الإناء اللي على قلب الله. أمين. يمكن أن تحس دا تدور وما دا يحصل شيء، دا تدور ما دا يحصل شيء. لكن أريد أقول لك أكو شيء يحصل في داخلك أكبر مما دا يحصل في خارجك. الله مهتم بتشكيل شخصيتك أكثر مما هو مهتم أنه يتمم وعده في حياتك. ونحن عادة ما نحب هذا الكلام، صح ولا لا؟ نحب أن يتمم الوعد بسرعة كذا.
سؤال كبير، ماذا تفعل لما يكون ما ترى لا يتفق مع ما قاله الرب لك؟ استمر في الإيمان. لما ماذا أشوف؟ اللي دا يصير عكس كلام الرب. استمر بالإيمان حتى عندما لا أرى أنك تعمل، حتى عندما لا أشعر أنك تعمل، لكني واثق أنك تعمل. أنت لا تتركني حتى عندما لا أرى أنك تعمل، حتى عندما لا أشعر أنك تعمل. أنت تعمل لأنك لا تتركني. أنا لا أرى كيف راح تخلص من ديوني يا رب، ما أعرف شلون راح تخلص من ديوني، لكني واثق أنك تعمل. يا رب ما أعرف شلون راح أشفى من مرضي، لكني واثق أنك تعمل. يا رب ديون عندي كثيرة، ماذا أقدر أدفع الإيجار؟ شلون هتخلص من ديوني؟ لكني واثق أنك تعمل. شلون أحتاج أن أرى حتى أؤمن؟ لكن لأنك قلت أنا مصدق، أنا مصدق. لكن أيضا النقطة الخامسة والأخيرة قبل ما نصلي، النقطة الخامسة اللي تحتاج أن تعملها حتى الأسوار تسقط، آخر نقطة، آخر نقطة، آخر نقطة. لما لفيت الست أيام، لما لفيت السبع مرات اليوم السابع، النقطة الخامسة اهتف، بمعنى اعلن انتصارك. لاحظوا بالأول لا تخرج كلمة من أفواهكم. ليش؟ لأنه بالأول كنا فشلانين، بالأول خايفين، وإذا تكلمنا كلام سلبي راح نخسر. بمعنى رب يقول أنا ما أريدك تشوف بعيونك، لكن أنا أريدك وانت تلف، أنا أريدك وانت تلف اليوم السابع، وانت تلف المرة الأولى، المرة الثانية، أنا أريد يكون عندك رؤية للانتصار، أريد عندك رؤية للانتصار، وأنا أريد تشوف نفسك في أرض ميعادك، أنت تشوف أسوار أريحة تسقط، وأنت ماشي ما تشوف بعيونك، لكن أنت أكو فطر بالحائط، يعني نستطيع نصعد عليها ونمتلكها، وأنت تلف يزداد إيمانك، الرؤية تصير جزء من عندك، وبعدين أنت تمتلك الانتصار، وبعدين يقول لك الآن اهتف. أعلن انتصارك، ولما أنت راح تعمل كل هذا ستسقط أسوارك. من يقول أمين؟ اليوم من عنده أسوار تحتاج أن تسقط؟ من عنده أسوار تحتاج أن تسقط؟ أنا ما يهمني شنو نوع الأسوار، الأسوار مهما كانت عالية، لكن إلهي أعظم، إلهي أقوى، إلهي في العلا أقدر. أمين؟ خلينا نقف مع بعض ونصلي، خلينا نقف مع بعض. حتى عندما لا أرى أنك تعمل، حتى عندما لا أشعر أنت تعمل، أنت لا تتركني حتى عندما لا أرى أنت تعمل، حتى عندما لا أشعر أنت تعمل، أنت لا تتركني حتى عندما لا أرى أنت تعمل، حتى عندما لا أشعر أنت تعمل، لكنك تعمل أنت لا تتركني. مرشدي
مرشدي صنع طريقي يري في ظلماتي ورفيقي أنا هو إلهي مرشدي مرشدي صنع طريقي يري في ظلماتي أسوار ممكن تكون إدمان، أسوار ممكن تكون عادات سيئة، أسوار ممكن تكون أمور ربطتك، الأسوار ممكن تكون فشل، إحباط، يأس، كآبة، خزي، عار، الأسوار ممكن تكون أمور مادية صعبة، ظروف مادية صعبة، أسوار ممكن تكون زواجك، علاقاتك. اليوم أعلن أن الأسوار تسقط باسم يسوع، أعلن أن أسوار الشك تسقط، أسوار عدم الإيمان تسقط، أسوار عدم الأمان تسقط. صلي صلي أن أسوار تسقط من حياتك، صلي الأسوار تسقط من حياتك. قل أنا أعلن أن أسوار النجاسة تسقط من على حياتي، أسوار النجاسة، أسوار الزنا تسقط من على حياتي. شوف شنو الأسوار في حياتك واعلنها، اعلنها، تقيها في اسم الرب يسوع. كل أسوار تسقط في اسم الرب يسوع. افضح كل أكاذيب الشيطان. قل أنا جاي أعلن أنه مهما
كانت أسوار أريحة عالية لكن ستسقط بالإيمان. قل أسوار ستسقط بالإيمان. قل أنا سأمتلك أرض ميعادي. قل أنا سأمتلك أرض ميعادي. مهما كانت الأسوار عالية، مهما كانت الأسوار عالية، مهما كانت ضخمة، مهما كانت سميكة، لكن أنت أعظم، أنت أعلى، أنت في العلا أقدر. قلوا ساعدني أكمل بالإيمان. قلوا ساعدني أكمل بالإيمان. قلوا ساعدني يا رب أفرز نفسي، ساعدني يا رب أتقدس، ساعدني يا رب أتخصص، ساعدني يا رب أنه ما أتحرك ولا خطوة من دونك يا رب، من دون ما أخذ السلطان، من دون ما أخذ التفويض من عندك يا رب. أنا أريد يا رب أنه أبارك لي أنت تباركه يا رب، ما أريد يا رب أتحرك ولا خطوة من دونك يا رب. كلمتك تقول في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. يا رب في كل الطرق أريد أعرفك، في كل خطوة أريد أعرفك، أريد أعرف مشيئتك، أريد أعرف ملء مشيئتك في حياتي. ساعدني أمشي مع الخطة الإلهية يا رب، ساعدني أمشي معك، ساعدني أتعاون مع خطتك، ساعدني يا رب أنه ما يكون عندي خطط أخرى يا رب، ساعدني أطيع حتى عندما لا أفهم، ساعدني أطيع حتى عندما لا أرى، حتى عندما لا أرى أنت تعمل، أنت أكيد تعمل، حتى ما لا عندما لا أشعر أنك تعمل، لكنك أكيد، أنا واثق أنك تعمل، أنا واثق، أنا واثق، لأن كلمتك تقول أنك أنت لا تتركني، لا تهملني. قلوا ساعدني أكمل بالإيمان يا رب، ساعدني يا رب أنه أفهم أنه كل شيء تركتونه حنال 100 ضعف في هذه الحياة وفي الحياة الأبدية. ساعدني يا رب أطيعك حتى ما عندما يبدو وتبدو الأمور غير منطقية يا رب. ساعدني 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 ساعدني. خلينا كل اثنين مع بعض صلي، صلي الأسوار تسقط، صلي الأسوار تسقط، صلي الأسوار تسقط، صلي الأسوار تسقط، أسوار تسقط. يسوع في اسم يسوع كل أسوار تسقط تسقط. أنا أعلن كل أسوار تسقط الآن في اسم رب يسوع. لن تكون لن تكون لن تكون لن تكون أسوار أريحة تسقط. اهتف أعلن إيمانك، أعلن أعلن أنه الذي معنا أعظم أقوى من الذي في العالم. ساعدني أكمل، ساعدني أستمر،
ساعدني يا رب أكمل، ساعدني أكمل، ساعدني أكمل، ساعدني أكمل، ساعدني أكمل، ساعدني أجتاز. سكي ربا يا الله، سكي ربا ربا سكي. يمكن السور، يمكن السور هو مرض وتريد تصلي من أجل شخص مريض، أو لو أنت تصلي من أجل نفسك أوقف حتى نصلي. لو أنت، لو أنت مريض، لو عندك شخص مريض، قف وصلي أنه هذا السور يسقط في اسم رب يسوع، في اسم رب يسوع، في اسم رب يسوع، في اسم رب يسوع. السماوات مفتوحة، يا السماوات مفتوحة، اعلن الشفاء، اعلن الشفاء. لا تصلي من اجل الشفاء، حضور الرب في المكان، اعلن الشفاء، اعلن السرطان يغادر في اسم الرب يسوع، السرطانات تغادر في اسم الرب يسوع، كل امراض القلب تغادر في اسم الرب يسوع، ارتفاع ضغط الدم يغادر في اسم الرب يسوع، السكر يغادر في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، امراض الظهر تغادر، تغادر، تغادر في اسم رب يسوع. نعلن شفاء، نعلن حضور الله، نعلن حضور الله في المكان، نعلن أسوار أريحة تسقط، لن تقف أمامنا، لن تقف أمامنا، لن تقف أمامنا في اسم يسوع. أنا أطلق شفاء في هذه الغرفة، أطلق شفاء، استلم الشفاء، استلم المعجزة اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. هاليلويا.